السيد زكي أو سيد زكي السيد زكي والناس. السيد مهدي السيد مؤيد السيد أنور السيد مسلم السيد حسن السيد مصطفى ما شاء الله الله يحفظهم جميعا لا يعني. وطول عمره وصحة وعافية يا رب بس هذه الزيارة ما أخرجها أنا صراحة إن شاء الله على قد ما كنت أكل حاجة هذا ما قصرت أنتم الخيرات خيرات ومكسرات وشغل عدد جابوا أشلاهو جابوا ما قصروا أولادك طالع كرسي عندنا كراسينا في السيارة ندور بكراسينا لا جزاكم الله يبا ما تعرفنا عليك الاسم الكريم السيد رضي والنعم فيه النعم بحالك السيد رضي من السيد سلمان من السيد رضي السادة والنعم النعم بحالك والنعم انتو في الخوالدية كلها السادة عائلة السادة واجد هو السادة السادة واجد بس السادة قليل لأن السادة غالبهم مجانين الله يعطيك العافية حياتك الحياة في الخوالدية الحياة كلها في الخوالدية بس شوي ما هي ما هي متزنة ما هي جاية مع الله لا ناس كل اليوم مع الشياطين ايه اللي مع الله قليل اليوم كيف تشوف العلاقات العوائل هنا يا بعضها والله العوائل وش اقول لك في يعني تقول لهم مفروض يعني العوائل لا سلاح الواحد يعني خاصة العوائل اليوم قليل صديق اللي تعرفه لا تتصل له ما يتصل لك مو بعد العوائل بالعوائل لكن ما قل يقول صاحب متى يقول يموت الديب ولا تفلو غنم زين وش رايك الحين في الاخبار الحين كورونا وما كورونا والله كورونا هذه وش نقول بعد هذه كلها ما فيها ثقه لو فيها خ... مع الله ما تقول كورونا اللي مع الله ما يجي شيء إيه لو يطلع ويقرأ آيات ويقرأ له إيه مع الله كان الله ما كان الله معه اليوم قليل اللي مع الله أربعة وش اشتغلت الأول يوم أنت فلاح في الفلاحة نخلة وما نخلة هو إيه هذا التالي عاد بعد من أول ولا التالي رحنا بعد على قوتهم تبع الدولة نشتغل كم عمرك ما شاء الله الحين ايه والله ما يمكن وصل لمية ما شاء الله عليك الله يطول عمرك كان اسوي تم شاي وشي تسلم ما يحتاج اسوي شاي ولا لا احسن رحم الله والديك طبعا اقول لنا انتو هنا يعني مع الجيران مع العائلة كيف علاقاتكم ببعض؟ والله اليوم الجيران أنا واحد من الناس مع الجيران وما عاد علاقة إلا ما يجي أنا أروح لأزوره غيري ده أنا أوجه أولادي أوجههم أقول أروح فلان وسلم على فلان وروح لفلان قال ما قلت طيب كيف يتعرف عليك وكيف تتعرف عليه؟ انت ماخذ اسمه وتسال عنه وين تشتغل واسمك منه كرسي له زين وحين يبا في الفتره هذه انتم طبعا الناس ملتزمه اكثر شيء في بيوتها الحين اكيد انا واحد من الناس اولا الكلام هدو وبعدين حاجه اللي انت تسمه زين انت انسان سر رجال انت احسن واحد يقول لك تعال سر رجال تعرف الاسلوب هذه شيء ما عاد من مايال مثلا تطلع برا لا التزم بالاوامر اي وانتم ملتزمين الان هال في البلد في التزام كبير ان شاء الله وش في التزام يعني الناس ملتزمه والله حفاظا وش. على سلامتها يعني والله ايش اقول لك انا واحد من الناس عندي التزام بالصباح اقعد تروح مثلا صوب هناك عندي اولاد اختي عدم واسم الزراعه اروح اسقيها من الصباح للساعة 6 بس اروح ازرع الزراعة واجي اعود محلي ما الا عنده شغلة اروح اسويه ما عنده ولا واحد لازم يكون يلتزم جميل والله يعطيك العافية حياك الله طول عمرك
وياك تشرفت. شرفتنا بس عاد هذه ما هي جايه. قالوا لي نايم وصحوك من النوم. لا لا انا نايم كذا بس وهذا الماء على ما قلت ما اطلع برا ولا. لان خاصه النظام هذا انا حط على نفسي. انا بنفسي اقول لا. لا تقعد بتكلم ولا تجمد واشه ولا تسوي شيء. لان واحد لازم المفروض يلتزم بالاشياء دي. والله زرتون عاد هذه الزيارة هذه زيارة مختطفة دي. وعد من عندنا إن شاء الله خلي هالأزمة دي ونجيك المزرعة نقعد وياك. لا أنا ما أبغى مزرعة. وين؟ مزرعة الأخ كذا يا غدا. إن شاء الله تشرف. حل من الشرف. الله يحفظك. أنتوا الخير والبركة أنتوا. أنتوا بركة الحياة دي. عندك وايد. عندي. عشان أبغى أتصل عندك أبغى خير. ما شاء الله حتى جوال عنده. تسلم ابوي.